يقول: حجيت منذ زمن بعد بلوغي مباشرة، وبعد أن أحرمت أعطاني أحد الإخوة طيبا فاستحييت منه وتطيبت بعد أن عقدت النية بالعمرة والحج، هل علي شيء؟ نعم، إذا كنت تعرف أن الطيب لا يجوز للمحرم وفعلته هذا ما فيه حياء، أمور الدين ما فيها حياء. إذا كنت تطيبت وأن تعلم أنه ما يجوز للمحرم أن يتطيب يكون عليك فدية، فدية مخير فيها بين ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في الحرم، أو تصوم 3 أيام، مخير. نعم.